مرحبا. أهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. شو اسم حضرتك؟ أنا زياد أمين. شو بتعمل؟ أنا مربي معلم مدرسي وبعمل نائب مدير في المتجر ومحاضر بكلية صفر. اليوم بدي حضرت في ينور فيلم إنسان كمرب، ممكن يعني تعطينا انطباعك كيف أثر عليك وشو رأيك بالفيلم؟ أنا الفيلم هذا ثالث مرة بحضره، حضرته بأول مرة في وقت العرض التجريبي في كفر سميع في البيت اللي تصور فيه الفيلم، حضرته في الساعة في البقيعة عرض ثاني، بس أنا حضره بينور. الفيلم معبر جدا، إذا أنا بدي أحكي عن كلمة إنسان، اسم الفيلم جدا لائق، لأنه كل حديث يدور عن عملية بناء مجتمع صالح، عملية تطوير مجتمع، إنشاء جيل صالح، فهون بيتحدث إلى الإنسان اللي هو إنسان ذات ضمير، ضمير حي. إذا أخذنا الفيلم لعدة أهداف، منشوف إنه الهدف من هذا الفيلم هو توعية الشباب بالذات الجيل الناشئ، طلاب المدارس، طلاب الإعدادية بالذات، طلاب الثانوية، اللي اليوم في عنا آفة اجتماعية، آفة المخدرات، آفة الأنابيب، آفة السموم. هذه الآفة قتلت العديد من شبابنا، وأيضا حبوب الهلوس اللي اتطرق إلى الفيلم خطفت مننا شباب من خيرة الشباب. ولكن شاهدنا هناك طلاب مدرسة داخل الفيلم، يعني هل يعني مثل هذا الأمر إنه يقوموا بتمثيل هيك فيلم يعني مفيد للطلاب، بأثر على الطلاب بحالهم؟ تمثيل شباب مدرسي اللي مثلوا الفيلم بكون هادف وبيوصل إلى أفكار الطلاب هذول أكثر من إنه يكون إنسان بالغ، لأنه هذول من جيل الطلاب، وخلينا نقول بالمستويات الذهنية ممكن يوصلوا إلى عقول الطلاب إنه إحنا طلاب مدرسة وإحنا من جيلكو، طلعوا شو عم بيصير فينا، طلعوا شو عم نعمل، بوعي الشباب أكثر، برشد الشباب إلى الطريق المستقيم. وأنا بدي ألفت نظر هون إنه الطلاب هذول بتأثير الشلة، إذا لاحظت تأثير الشلة اللي موجودة، إحنا نسميها كلمة شلة بما إنه مصطلح سلبي، ولكن مجموعة. تأثير المجموعة ككل، أنا استعملت مصطلح عام لأنه هذا الذي يستعمل في مدارسنا، تأثير الشلة اللي هي المجموعة على طالب اللي ممكن يكون ناجح وممكن يكون نشيط وواعي وناضج وذكي ممكن يدمره. فالفيلم جدا معبر، بالإضافة لذلك بعطي قيم جدا اجتماعية. إذا بدك توجه رسالة لطلاب مدارس كمربي ونائب مدير مدرسي، ماذا تقول لهم؟ هل يحضروا مثل هيك فيلم؟ هل يبتعدوا عن المخدرات؟ أنا بشجعهم يحضروا مثل هيك فيلم، وبقول لهم ابتعدوا عن السموم، انتبهوا من هاي الآفة، الآفة اللي اسمها الأرجيلة اللي عم تخدع العديد من الشباب واللي بنحط فيها كثير من السموم، انتبهوا من أصحاب اللي بيرقوا وراء الأموال اللي ما بهمهم مستقبل أطفالنا ولا مستقبل شبابنا ولا طلابنا، بهمهم فقط المادي، والمادي اليوم أيضا صارت آفة، الركض وراء لأجل نيل المادي مش مهم على حساب إيش، حساب طلابنا، حساب صحة طلابنا، بس من شان المادي، فينتبهوا من هذول اللي عم بيغروا طلابنا. وعمليات الإغراءات كثير اليوم وخطر جدا. وايضا انا بشكر الاخ فراس والممثلين، الممثل القدير قيس سعد من ينوح اللي شاركوا واعطونا مثل هذا الانتاج، ويا ريت انه مثل هذا الانتاج يعرض في كل المدارس حتى يتعلموا شبابنا وطلابنا من هذا الفيلم. وانا بدي الفت نظر ايضا تمثيل الفيلم في البيوت القديمه، البيوت التراثيه، والمقاطع اللي كانت باخر الفيلم جدا معبره وتدل ايضا على حضاره وبتدل على تراث وعلى تماسك اجتماعي، لانه الهدف الثاني الغير واضح من الفيلم هو فقدان التماسك الاجتماعي اللي احنا عم نعاني منه اليوم، وفقدان ايضا الانتباه من قبل الاهالي لاولادهم، انشغالهم بالامور الماديه، انشغالهم بالاعمال، انشغالهم بأمور غير ذات أهمية أو هامشية، وترك أولادهم وعدم الإصغاء إلى أولادهم وعدم الحوار مع أولادهم، هذا أيضا خلى شبابنا تسير في مسار سلبي. فالأهل المفروض حسب رأيي يصغوا لأولادهم، يقعدوا مع أولادهم وينتبهوا إلى أولادهم، وين بيروحوا وين بيجوا بعد الدوام وخلال الدوام ومع مين بيرافقوا. شكرا جزيلا. شكرا، بتمنى لكم نجاح. الفنان الياس سمور، انت شاهدناك اليوم بتمثل بالفيلم في قرية ينوح، انت ممكن تحكي لنا اشي عن دورك او عن الفيلم بشكل عام؟
عن الفيلم بشكل عام. فيلم اسمه إنسان، الفيلم بيحكي عن كثير قضايا اللي بنشوفها يوم يوم، منهم تأثير المجموعة على الفرد، طالب بالمدرسة أو ولد اللي بيكون منيح بيكون شاطر بيكون مجتهد ومجموعة بتأثر عليه وبتجره لأشياء مش منيحة، ممكن دخان، ممكن أرجيلة، ممكن ممنوعات، ممكن أشياء أخطر من هيك. بيحكي عن التربية بالبيت، بيحكي عن كثير أمور اللي هي السموم والأرجيلة، الأشياء اللي عم نشوفها يوم يوم. دوري بالفيلم كان دور مش منيح، دور شخص اللي هو بتاجر بالممنوعات وبأثر على هاي الشباب، بضحك عليهم وببني هاي السموم بالمدارس، بعكس أدوار اللي دائما اللي هي بتكون كوميديا أكثر من هيك أدوار. بس كانت تجربة حلوة طبعاً، انبسطت فيها. الفيلم كان حلو ناجح، عم بنعرض في كل البلاد وإن شاء الله راح تشوفوه لقدام في بلاد أخرى. ما هي ملاحظاتك السلبية على الفيلم مثلاً، إذا في إمكانية، إذا في ملاحظات سلبية معينة؟ يعني ممكن يعني للمستقبل إنه مثلاً واحد يتخطى مثل هيك أمور. ملاحظات سلبية، مش أنا اللي ممكن يعطي ملاحظات سلبية للفيلم، يعني أنا مش ناقد فني أو ما، أنا مت بدوري. بالنسبة لزملائك، يعني أنت هل أنت شاركت، هل لقيت منه تعاون، هل مثلاً؟ أكيد أكيد. الفيلم كان كلنا زي مين يعني واحدة. مين نعم. كلنا زي عائلة واحدة، اللي ما كانش عنده تصوير بنفس اليوم كان يطلع ويساعد، يمسك الميكروفون يساعد بالتصوير، يساعد بالديكور، يساعد بالملابس. كلنا عائلة واحدة دائما موجودين. أنا صورت مشاهدي بأيام معينة وباقي الأيام كنت مساعد، كنت أساعد بكل شيء. ملاحظات سلبية فيش، بس ملاحظات دائما في اللي ممكن تساعدنا إنه نتطور بعدين. التطور موقفش ولا مرة، دائما ممكن نتطور أكثر وأكثر وأكثر ونقدم أشياء بمستوى أعلى. طيب، شكرا جزيلا.